Good morning, Fulfila. 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 صباح الخير صباح الخير صباح الخير. عندي تطوير راح اعمل هلا روتيني الصباحي ومكياجي وكل شيء معكم، وباخر التوتوريال راح انزل لكم كل شيء انا استخدمته. عشان لو عجبكم شيء صبايا فيكم تجيبوا. عدساتي البس اي عدسه، بحب هاي بس بحب هاي كمان، ايه بلبس هاي من بيلا، جدا مريحه فيها اطار. ما تنسوا حبيباتي ان كل التوتوريالز اللي بعمل لكم اياها with no filter. راح ابلش اول شيء باستخدام الاي كريم. من بعد راح استخدم الهايدريتنج اليكسير بناسب كل انواع البشره. كل شيء انا بستخدمه اليوم من السكين كير هو من براند سوكن، اوكي بيناسب كل انواع البشره. انا بستخدم رينج البيربل. هلا راح استخدم مباشره ذا كريم، الكريم اليومي تبعه باخذ منه شويه وبحطه على. استخدم سان سكرين، هذا سان سكرين كثير حبيته لانه 50 وهو سان سكرين برايمر، يعني فينا نستخدمه كسان سكرين وفينا نستخدمه كبرايمر تحت الميك اب. سو عصفورين بحضر واحد باخذ منه شويه وبيناسب كل انواع البشره كمان وبحطه على الوش. بهيك كاني استخدمت برايمر للميك اب وعملت حمايه للشمس. خلصنا ماي سكين كير روتين وهلا راح نبلش مع بعض بالميك اب. اول شيء بالمسكرة تبع الحواجب من اناستازيا، بس برفع فيها الحواجب لفوق على اساس انه في شعر على اساس، بس لا الصراحه هاي هات. من بعد ما بلش استخدم مظالة اونستلي لا فرقوا، صاروا على الاقل شوية الشعرة تصير اكثف، يعني في هيك عبي اكثر. ومن بعد رح استخدم مثل ما معودين صبايا، انا دايما الحواجبي بستخدم اي شادو بنيه من كيكو، اوكي سو نفس الاي شادو. باخذ فرشة اي برو، برشها بالفيكسر تبع اناستازيا، هيدا الفيكسر بجنن. فرشتي من ماك هاي، اوكي وبعدين باخذ الاشادو ببلش اعمل حواجبي. دايما ببلش رسم الحواجب من تحت، اوكي بحدد من تحت ما عليكم هاي بتروح، اوكي بعدين بعمل الزاويه الاخيره وبعدين بالبقايا اللي بالفرشة بمشي على الحاجب هيك مع اتجاه الشعر الطبيعي. بالعادة بس بخلص اوكي باخذ السوبر كولر، فرشة هيك مسطحة بتأكد انه الكمية الموجودة منيحة وببلش حدد الرسمة أكتر. Yes, please. شايفين طريقة التربيه؟ ونفس الشيء بالبقايا بمسح الفرشة، بالبقايا بمشي على الحاجب من فوق. هلا رح بلش بوضع كريم الاساس. رح استخدم اليوم خلينا نغير اليوم، اوكي رح استخدم، رح اعطيكم شغله هيك افوردبل، اوكي من فلورمار درجه ام 301. رح اخذ الفرشه تبع الفاونديشن من مورفي، رح ارشها بالمثبت. باخذ كريم الاساس ما بحطه على طول على البشره، هيك شايفين بفرده بالفرشه بوزعه بشكل متساوي على الفرشه وبعدين ببلش. بالنسبه لل كونسيلر
راح استخدم هاي الماجيك بن. بس شوية منه هون وشوية منه هون. بهذه الأثناء أنا راح أشرح لكم شو راح يصير. أوكي، اليوم حبيباتي عندي تصوير ثلاث حلقات. عندي حلقتين فاشن، يعني حلقتين جلابيات. صراحة كل لابسة جلابيات، راح ألبس جلابية حمراء وجلابية بيربل. والحلقة الثالثة هي حلقة مع شيف مانيل للعالم، صراحة كل لابسة جينز على توب أصفر على جاكيت أوف وايت. وما في لون يجمع كل شيء أنا راح ألبسه اليوم. سو بهيدي الحالة أضبط شيء هو إن أنا أعمل ألوان ترابية. سو الألوان الترابية بتلبق على كل شيء، سواء لبست الأحمر، سواء لبست البربل، سواء لبست الأصفر، سواء لبست الجينز، سو راح تلبق على كل شيء. بس راح أقوي شوية لأنه الجلابيات بحسها كتير إمبالشت وهيك، وعرفتوا فيها فصوص وفيها إذا وشعري قصير، فإذا ما عملت ميك اب هيك أوكي بحس إنه ما بيزبط. وقريتي تعرفوا على التي في الميك اب بيبين أخف. سو شايفين الإضاءة ما أحلاها، بتجنن بتجنن بتجنن. سو الباودر اللي أنا رح استخدمها لتحت العين هيدي بودرة لسه جديد جايبيتها، بتجنن. أوكي جربتها مرة واحدة بتجنن. ليش؟ بتعطي إضاءة كتير حلوة، بتثبت وبتعطي ضوء كتير حلو لأنه لونها هيك على صفار، شايفين؟ إذا عندكم هيدي المنطقة فايتة لجوا بتعكس الضوء بطريقة إنه ما بتبين فايتة لجوا، كتير حلوة. بودرة هدى بيوتي بلوندي على كل الوجه. بتأكد إن أنا حطيت هون، شايفين؟ لأنه هيدي المنطقة عندي على طول بالدهن. الميديوم ديب من لورا مارسيا، حط الفرشة في الباودر، بعمل هيك، بعدين باجي هون. هلا رح اعمل الكونتور. رح استخدم الباليت من كراجل اللي انا دايما بستخدمه. رح اخذ فرشة هيك، اوكي، باخذ الكونتور المات. يلا هلا رح نبلش مكياج العيون بنفس هيدي الباودر اللي استخدمتها للكونتور. رح اخذ بليندينج برش هاي من سيفورا درجة 27، اوكي. رح اخذ نفس اللون، اتأكد ان كل شيء انفرد معي مفروض، وباجي بحطه على الكريس. حركات دائرية وأسحب اللون لبرا. هلا رح آخذ فرشة تانية ورح آخذ نفس لون أحمر الخدود اللي حطيته هون، أوكي. رح آخذه حطه نص العين، رح يعطي ريفلكت بس هيك حلو، ما رح يعطي لون لون. شايفين؟ رح اخذ هيدا الباليت من كوستال سنت، تتذكروا استخدمته في توتوريال. رح اخذ هيدي 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 الدرجة، اوكي. فرشة ماك 217، وراح وين احط اللون على الطرف هون فوق، حطه هيك. شايفين؟ بعدين بفرد. راح تلاقوا ان العين سبيشلي لو عينكم مثل عيوني، اوكي، عندكم مع هيدي العظمه بارزه، راح تلاقوا العين شقلت لفوق. حركات دائريه، امسح الفرشه. حركات دائريه، امسح الفرشه. كل ما بدنا اللون يكون مسحوب لبرا
بنفرد هيك لبرا، واذا بدنا اللون يكون مسحوب لجوا ما يطلع برا فبناخد اللون وبنفوته لجوا هيك. شايفين؟ لما اعمل العين الثانيه لاحظتوا هيدي العين كيف انسحبت لفوق وهي لا؟ هيدا هو الفرق لما تحطوا لون غامق عند العظمه. قالت اخذت لون اضاءه بحطه تحت الحاجب. باخذ الفرشه تبع اللون الغامق وبدخل الالوان مع بعض. ركب الرموش، والرموش اللي هستخدمها اليوم من دلال كوزماتيكس. اللي استخدمته اليوم هو هيدا الجلو، يمكن شفتوه شيدي، شفتوه بالانستغرام. ما تشتروه، عن جد كتير بشع كتير بشع، وما كان يلزق على الكب. يعني بيشوف كيف بيعملوا توتوريال وكيف انه مستحيل الرمش ينقبه يقول واو. حبيباتي رح اخذ هيدا الكحل من كيكو، وبس رح كحل الزاويه الداخليه من العين. من بعد رح اخذ المسكرة واحط المسكرة على رموش العلويه. اخترت اليوم من شيسيدو، زيكزاك واطلع زيكزاك واطلع، ما بيجي على الرمش عشان ما اغير شكله، بس على الرموش الطبيعية زيكزاك واطلع زيكزاك واطلع. رح اخذ الكحل الابيض من ميك اب فور ايفر، بس بحطه عند الزوايا الاخيرة من العين. تمام. هلا رح اخذ نفس اللون اللي انا عملت فيه الكونتور. اوكي، فرشة كيت فون دي، هيدي اجت واحد من الباليتس. راح اخذ الناحية العريضة، احط اللون تحت العين كلها هيك. راح اخذ اللون الغامق اللي حطيته هون، اوكي، اللي هو هيدا. يس. ممكن احط الشونه سودا، الشونه هيك خطوطه كتير ما تبين نفس الباليت. هيا من بعيد عم يعطي هيك مثل لوك بريق للعين. هلا رح اخذ هيدا الجلتر ايلاينر من اربن ديكي. رح اخذ الماسكارا احطها على الرموش السفلية، دبهو ما تسخو تحت العين. نفس الباليت رح اخذ هيدي الدرجة. رح اخذ درجة الهايلايت كمان من نفس الباليت هيك هون، بس يعطي ويت لوك. من توني مولي هيدا صبايا الميك اب نو فلتر نطي. اخر شي رح اخد ماي دويس مثبت من اناستازيا وراح رش على كل وش. بيعطي لوك فيري دوي، شايفين؟ هيدا شايفين كيف بيعطي لمعة كتير طبيعية، ما بيعطي اللوك مطفي
وبنفس الوقت بيضل ثابت. It's amazing. بس حكم تجربوا حبيباتي. شعري صبايا رح اعمله بالاستوديو. امس على فكرة كان عندي تصوير وعملته straight. So هيدا ما ضل من الستريت. anyway وانا بعمل شعري امس علي الهيردريسر قال لي ميت انتي شو حطها على شعرك؟ قلت له ليش؟ قال لي ريحته كتير حلوة. فكنت مستخدمة هيدا الماست بادي اند هير ماست من دار احمد للعطور. ريحته خيال خيال من الاخر. سو رشتين وعلى فكره في فيتامين اي فكتير منيح كمان للشعر. شو اسمي هاي اللي انت تعملي؟ فلفله شو مام شو مامي؟ شفتي حيوانة شو سوت في ايدي؟ شو؟ تبي تطلعين عند مامي؟ بالنسبة لطريقة الطلب من بوتيكي حبيباتي، بدكم أول شي تنزلوا التطبيق الخاص ببوتيكات، تروحوا لقسم السليبرتيز أو المشاهير، من بعدها تروحوا لحرف الام وتضغطوا على صورة بوتيكي. من هون فيكم تتصفحوا المنتجات اللي اخترت لكم إياها واللي موجودة بالفئات المختلفة. أما إذا حابين تطلبوا منتج معين فسووا بحث من نفس الصفحة ببوتيكي برقم المنتج. كتير بحبكم. Love you to the moon and back. ميت عبد الجليل. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. شوفوا الفرق بين طولي وطول سارة. تعي يا سارة، شايفين؟ هلو شو؟ هلو شو؟ هلو شو؟ هاي سارة. هلا لبست أعلى شي عندي، أعلى شي. سارة تعي يا سارة. تعي استني اقطع علينا. وحياتك لا، نو ما تروح. يا جماعة وصلنا للحلقة الثانية اللي أنا منتظراها من زمان من زمان من زمان. أوكي ما بقلكم قديش صار لي بعمل إعداد لحلقات للشيخ مالي العالم، بس كل مرة بيصادف يا أكون إجازة يا أكون سكليف فما بقدم مع الحلقات. مذيعة تانية زميلتي بتقدم معها، لكن اليوم عن جد أنا كتير مبسوطة. سامعة؟ شيخ منال فاينالي. حبايبي بارك عليك الشهر شيف منال. الله يبارك فيك يا روحي، الله يبارك فيك، ودائما دائما اوقاتكم حلوه وصياما مقبولا وافطارا شهيا معكم وحبايبكم. استمر تصوير الحلقه ويستمر. توتا طيحت الدخون وهلا قاعده. يس اوكي. لك يا ابني انا ست البيت اللي صغنتوت. الله اكبر. الموضوع اتطور يا جماعه. You need to clean it very well mommy. ما بعرف هلا شو رح تعمل كمان، خلينا نشوف. يا عمري تنشف الارض في ديتا مامي. You are a very good girl mommy. And I even know how to mop and do everything right. Yeah. ست بيت شاطرة بنتي. جماعة باب الخطبة مفتوح، يلا كل واحدة تبعت صورة ابنها اوكي مع العمر والمؤهلات الدراسية. موضوع في اكل خليفة في ديتك. انت محلو بابا، تعرف؟ تعرف انت محلو؟ تعرف انا احبك؟ كم بالمية؟
انا احبك بس 2%. كم؟ ها؟ كم؟ 200؟ ايه احبك. انزين give it to her mommy, give it to her, give it to her, she is naughty. شوف شوف شوف.